موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف. أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل يوم الأحد المقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالسعودية في زيارة تستمر لمدة 3 أيام. يذكر أن تلك أول زيارة خارجية لمحمد بن سلمان منذ مبايعته ولي العهد السعودية. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة في طباعة بطاقات الاقتراع حسب ما أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات. كانت الهيئة قد أغلقت أمس وفقا للجدول الزمني باب التنازل عن الترشح للرئاسة أي قبل 15 يوما من الاقتراع، حيث لما تتلقى الهيئة أي طلب للتنازل من أي من المرشحين الاثنين اللذين يخوضان المنافسة. أدان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف العنف ضد المدنيين في سوريا وخصوصا بالغوطة الشرقية، وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أكد يوسف الموقف المصري المنادي بالتكاتف الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية. قالت وزارة الخارجية الروسية إن العمليات العسكرية للجيشين السوري والروسي في الغوطة ضرورية للقضاء على من وصفتهم بالإرهابيين. وأكدت الخارجية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زخاروفا سعي موسكو لتطبيق القرار الأممي حول الهدنة السورية، مشددة على أن بلادها لن تعيق السلطات السورية عن محاربة الإرهابيين. تصدت القوات الكردية لواحد من أعنف الهجمات التركية على عفرين، وكان 15 جنديا من الأتراك لقوا حتفهم في معارك بمحيط مدينة عفرين شمالية سوريا. مستمرون معكم على رأس كل ساعة، إلى ملتقى.